لها كلمة العروسة دي بس كده في النص، يعني وحضرتك بتتكلم، كم أنت محظوظة إن حصل معاكي الموقف ده، وبعد إن يعني محظوظة إنك فسختي الخطوبة أصلا، لأن الشخص ده بالتأكيد دكتور وليد ده كان حيوريها الأمرين طبعاً في العلاقة طبعاً الزوجية. طبعا هي نأت بنفسها عن الدخول والولوج في ما هو أصعب. يعني أنا دايما بقول أن الأصل في الخطوبة هو عدم الاكتمال، خلي بالك مش الاكتمال زي ما الناس فاهمة. يعني إيه؟ يعني أفتش إيه اللي يستحيل معاه العشرة، كذاب، بخيل، مدمن، ابن أمه، الحاجات دي كلها، اعتمادي، موفر للطاقة، أشوف الكلام ده كله وأحط نقط على الحروف وأقف وقفة مصداقية مع النفس وما أخلطش بين المفاهيم. يعني مفيش حاجة اسمها إيه والله ما هو طيب، يعني في من الحيوانات طيبة، يعني أجوز بنت الحيوان طبعا مش هينفع، ده دمه خفيف، طب ما أرجوز دمه خفيف أنا بضحك عليه، إنما أجوزه بنتي استحالة. فما نخلطش برضه بين المفاهيم وأبقى شايف كويس وما يهمنيش كلام الناس، بنتي اتخطبت واتسابت إطلاقا، أحسن ما تتجوز وتتساب. هو ده الغرض الرئيسي زي ما حضرتك قلت من الخطوبة. أيوة. إذا كان ده الشخص ده ينفع تكمل معاه حياتها ولا لأ؟ ولا لأ، التوافق موجود ولا مش موجود؟ رؤيته على علاقاتي في العمل، على علاقات السوشيال ميديا، هيسمح بده ولا مش هيسمح بده؟ دي كلها امور مهمه جدا. فهي نائت بنفسها عن الشخص ده لانه بخيل. يعني حضرتك لما تشوف التحليل بتاع القايمه هتلاقي في اول عيد صرف حوالي 450 جنيه بوكس وشوكولاته وورد، طيب في العيد اللي بعد منه بتاع الكريسماس بوكس وشوكولاته وورد ب 350، يعني نزل درجه، نزل نمره، وكل مرة بينزل، واخد بال سيادتك؟ فده يديك مؤشر للتدرج في إظهار شخصيته، عمال ينزل ينزل، هيروح فين بعد كده أكتر من الحديد؟ طب إيه رأيكم نشوف رأي الناس في الشارع في الموضوع ده إيه؟ أكيد برضو هيروقوه جدا بكلام يمكن إحنا ما نقدرش نقوله على الهواء. تعالوا نشوف. هل من حق الخطيب بعد ما يفسخ خطوبته انه يطلب الهدايا اللي هو جابها؟ لا طبعا، عشان هي هدايا، يعني رايح هدايا اللي هيخليه يطلبها تاني، المفروض يبقى فيه كرامه بس، فاكيد يعني انت جبت هدايا فملهاش لازمه بقى، دي هديه من شخص لشخص فبعيد عن اي حاجه بقى. دي بتبقى هديه منك يعني، ما دام انت هتهدي حاجه مالكش دعوه خلاص، حتى لو اتفسخت الخطوبه خلاص، ما ترجع ما تقولهاش هديها تاني، ما ينفعش. لا مش من حقه، ده بتبقى حاجه زواجين، حاجه هديه مني، فما ينفعش ان انا اديك هديه وارجع بعد كده اقول لك انا عايز الهديه، ده يبقى ناقص، يبقى انسان ناقص اصلا. طالما عمل دقه جدعانه يبقى خلاص بيسيبها، لان ما تستاهلش ان هو يسحبها تاني، دي حاجه طالعه هديه لله، طالعه منه هديه خلاص، ما مش من حقه ياخدها، انما لو الشبكه اه ياخدها. حاجه هدايا ما ينفعش، ما ينفعش يطلبها تاني يعني، مداله هديه ياخدها ليه؟ لو قليل الذوق ممكن يطلبها عادي، في ناس تطلب حاجه زي كده يعني. على حسب العلاقه انتهت ازاي، لو انتهت بالشياكه مش وهو شاب جنتل وبتاع مش هيفرق معايا، لكن لو هو بقى ايه عدى من عمره 3 سنين 4 سنين والكلام ده، فهتلاقيه عايز زعلان عليهم طبعا وعايز ياخد حاجته. حسب الاتفاق بينه وبينهم بعض، في ناس بتبقى لازمها وممكن يكون واحد على قده وشاري لها وحاجات كتير تمام ولازمه الحاجه دي. ده يعني مش عايز يخسر حاجة خالص، يعني دخل في علاقة، علاقة خطوبة، ومش عايز يحس ان هو خسر ولا حتى 50 جنيه. ده البراجماتي وده البخيل او الشحيح. يعني خدي بال حضرتك، احنا لو اتكلمنا مع خطيبته هتلاقي شوية متلازمات سلوكية موجودة فيه. بتلاقيه دايما مثلا لما يجي يكلمها هتلاقيه بيكلمها على السوشيال ميديا مش على التليفون، عشان ما يدفعش مكالمات تليفون كتير. يعني بيتكلم على الماسنجر مثلا على سبيل المثال، يوفر في المكالمات، يوفر في المكالمات ويتكلم بغزارة قبل الفاتورة ما تنتهي، يعني لو لسه عنده دقايق او فليكسات يتكلم كتير عشان يخلصها. يعني بيعمل باللي باقي. هو البخيل دايما كده، وتلاقيه دايما مقسم جيبه دراج. يعني ايه حضرتك الحاجه دي بخمسة جنيه، يهرش في جيبه كده ويطلع لك الخمسة جنيه من وسط الفلوس، عارف حاططها فين، عارف